طيب، ما المؤشرات التي رصدتموها حتى هذه الساعة أستاذ ناجي؟ نحن تأكدنا من خلال كل ما لدينا من رصد يجري على مدار اليوم تقريبا لأوضاع حقوق الإنسان في العراق، ومنها قضايا التعذيب، أنه وهذا ما أكدناه دائما، أن هنالك شرائط أساسية من قبل السلطات الرسمية والأحزاب والميليشيات وإدارة السجون في كل هذه العملية، ويبدأ ذلك من عمليات الاعتقال. ما هم الأشخاص المستهدفون لعمليات الاعتقال؟ ما هي المناطق التي تستهدف؟ ولماذا؟ ثم كيفية الاعتقال؟ يعني تأتي ممارسة التعذيب من اللحظات الأولى لعمليات الاعتقال ثم أثناء التحقيق. يعني لاحظنا أنه في التحقيق يبقى المعتقلون فترات طويلة جداً، ثم يحالون الى قاضي التحقيق، وبعد ذلك يعادون مره اخرى الى مراكز الاعتقال، وهذا مخالف لكل القوانين. يجب اما اطلاق سراحهم بكفاله او تحويلهم الى محاكمه. ولذلك نرى ان هنالك اشخاص كثيرون يقضون نعم، في المعتقلات فترات طويله جدا، ثم بعد ذلك تجري تبرئتهم احيانا، وحتى عندما يبرؤون نحن لاحظنا انه لا يجري إطلاق سراحهم إلا بعد مساومات كثيرة ودفع مبالغ، وعملية تحولت إلى تجارة إلى حد ما ربما إضافة. هذه هي النقطة المهمة التي أشرت إليها يعني في نهاية حديثك أستاذ ناجي، تلك المتعلقة بإطلاق سراحهم، ومع هذا يعني يتم احتجازهم أو الإبقاء عليهم في السجون للاستفادة منهم ماليا، التربح منهم بطريقة غير شرعية. كيف يمكن رصد مثل هكذا انتهاكات؟ هذا أولا. نتحدث أيضا عن نسب، عن أرقام معينة، إحصائيات لديكم؟ نعم، يعني للأسف قد لا تكون هنالك نسب محددة تماما فيما يتعلق بعدد المعتقلين في العراق، لأنه بسبب تعدد الجهات التي تعتقل. يعني لدينا جهات كثيرة التي تعتقل، إضافة إلى الجهات الحكومية فهنالك الجهات الميليشياوية، هنالك جهات تابعة لوزارة الداخلية، وزارة الدفاع، كل هذه الجهات تعتقل. فنحن نتحدث عن مئات الآلاف. يعني وزارة العدل العراقية مصرة دائما على رقم الموجودين في السجون بحدود 45 ألف، هذا ربما الرقم المعترف به رسميا فقط، أما هنالك أعداد كبيرة جدا، وكل هذه الأعداد، كل هؤلاء المعتقلين تجري عمليات المساومة من نقلهم إلى مكان إلى آخر، أو كيفية السماح لذويهم بمقابلتهم، وهذا بحد ذاته يعني مسألة شاقة جدا. نحن نعرف من خلال اتصالات العوائل بنا كيف أن